تاعك الزبائن وشكون الزبائن هم؟ المدرسة الوطنية للبيطرة التي أصبحت بالفعل مدرسة وطنية مقاولتية مبنية على الابتكار على المستوى الجهوي والوطني، مدرسة تحول أفكار طلبتها وأساتذتها وعمالها إلى منتجات قابلة للتسويق، وبالتالي أصبحت مدرسة بالفعل من الجيل الثالث تضمن التعليم البحث العلمي وكذلك إنشاء مؤسسات اقتصادية مختلفة. شنا اليوم المزرعة التجريبية البيداغوجية لهذه لافيرم نيكزيستي با افون 2023، دونك اليوم عندنا يعني لوكازيون دو فوار بليزيور انيمو، حيوانات كثيرة في المزرعة اللي تري امبورتونت لا فورماسيون التكوين الطلبة. هنايا راكم في المدرسة البيداغوجية للمدرسة وين كاين بليزيور اتوليي ورشات للطلبه وين الاستاذ يحاول انه يمد المعلومات للطالب للحصول على منتوجات. حنايا نحوسوا كيفاش الطالب الجامعي من مصدر حيواني كسوسوا الحليب ولا نقول نهضروا على الحليب باسكو حنايا اون ايسييد في ورشات مع الطلبه وين قدرنا نديروا مجموعه وانواع متعدده من الاجبان.